في الأثناء موقع ولا الإسرائيلي ينقل عن نتنياهو بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى غزة. هذا التصريح يأتي، هذا الخبر يأتي في ظل تعزيزات عسكرية مستمرة تحشدها الآن إسرائيل في غلاف غزة، ربما تحذيرا واستعدادا لاجتياح بري لقطاع غزة. قد يحصل ذلك ربما خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة، ولكن تزامنا مع ذلك، تزامنا مع هذه الاستعدادات، القصف لا يتوقف، القصف الإسرائيلي لا يتوقف على قطاع غزة، مستهدفا مناطق متفرقة شملت المستشفيات والمساجد والمدارس والمباني السكنية. عدد كبير من المصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، تابعنا الصور مع الزميلين باسل خلف وصالح النطور، وأيضا تطورات متسارعة ولافتة أيضا على الحدود اللبنانية في جنوب لبنان. هذه صورة من طير حرفة هنا لقصف جوي إسرائيلي على هذه المناطق، كان أكد لنا الزميل علي رباح منذ قليل في مداخلته بأن رقعة القصف تتوسع، القصف الإسرائيلي يتوسع شيئا فشيئا ليشمل مناطق جديدة في جنوب لبنان. هذا ما قد يدفع إلى تطورات أخرى ربما على علاقة بموقف حزب الله من هذا التطور وهذا الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمناطق جنوب لبنان.